ما حكم أن أقبل نفقة والد الذي يعمل في بنك الربوي لأواصل دراستي؟ إن كانك تستغني عنه فلا تأخذ منه شيء، أما إن كنت مضطرا ولا تجد شيئا ولا تقدر على الكسب، مالك حيلة، فأنت تعذر إلى أن تستغني بكسبك أو بقوتك أو بأي جهة تحصل على الضروري من النفقة. نعم.